قال عمرو السنباطي عضو لجنة الشباب بمجلس النواب إن هناك مساحة كبيرة لكل المشاركين في الحوار لإبداء آرائهم، وكلهم تم اختيارهم بعناية فائقة، حيث يطرح كل منهم وجهة نظره من أجل العمل على المزيد من تمكين الشباب، خاصة وأن هذه هي فترة تمكين الشباب الحقيقية. مقرر واللجنة والأمانة العامة للحوار الوطني مغطية كل النقاط ومديه مساحة كبيرة جدا لكل المشاركين، وهم مختارينهم بعناية فائقة، مساحة كبيرة إن كل واحد يطرح المشاكل من وجهة نظره بياخد بيها نقاط معينة، بحيث إن هم بيطلعوا في الأول وفي الآخر بأجندة كاملة لكل المشاكل اللي هو يشتغل عليها بعد كده في المرحلة القادمة، لفعلا لتمكين الشباب أكتر. والفترة دي زي ما كلنا عارفين الفترة دي فترة تمكين الشباب، يعني النهارده 25% من مجلس النواب من الشباب، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مدي دور كبير جدا للشباب ومدي أولوية كبيرة جدا، وكل الشغل اللي بيشتغل النهارده على الأرض هو اللي هيخدم الشباب في المرحلة القادمة لمدة 30 سنة قادمة.